انا وجينا باش نمسكوا ولا جينا باش نحوزوا. احنا دخلنا بنيتنا من الاول كارين كما نقولوا اسكن برك هات الفلوس اسكن برك هكا ولا ومن بعد زعما باش نحن نطلعوا بطاقه تعريف ولا باش نطلعوها يا اخي بلاش توصيل هكاك ولا ما فما حتى شيء تثبت لي احنا مثلا نسكن هنا. وقتها بعد عملوا لنا زعما كونترا وعم عن طريق المحامي وعملنا ولينا بالتواصل باش نجمنا نطلعوا بطاقه تعريف نقيدوا اولادنا في المكاتب وكل شيء. باه قعدنا مده في السيستم هذاك ومن بعد مده اخرى تقريبا حتى 2007 هكاك لا استغفر الله 2005 و 2005 هكاك جاتنا محامي اخرى. مش هذا المحامي قالنا راهو صاي انا راني ما عادش متوكل على البلاصه هذيا باش نعطيكم محامي اخر. ما لا هذاك ما فماش جمله كي قلنا احنا بالمحامين عطينا احنا المحامين هما الكل في بالنا الثقه فيهم الثقه بالطبيعه قلنا هذوما جا القانون يعرفوا خير من. قعدنا في الفيرسيون هذيك نتاع المحامي اخر نعطيه في المحل كري. قالت المحامي هذيك عامين جا واحد اخر قالك لا ما عادش تعطيه هذا الكري هذه سمية والمشكل فاش فرد لقب قال على اساس قدم لنا هذه اخته وهو السيد هذايا هو السيد في فرنسا والسيد في فرنسا متوكل قالك هو على الملك فهمت شربيكه كيفاش عم يطولوا هنا جمله معناتها لهذا باه واحنا ما ماشيين بنيتنا قعدنا نعطيو في الفلوس وناخذ على اساس توصي وتحط فيه هي سمية وتعمل فيه الطبع اللي هي محاميه. بعد مده يا سيدي عاودوا غابوا غابوا وبعد ما تذوما زادوا بعثوا اللي احنا ما عندناش حتى صفه والملك مات احنا ورثناه واحنا ورثناه بيته ما ورثتوه بعض بعض تدليس في وفما معناتها ذاك توا ذاك القضاء يقولوا معناتها فما حاجات محطوطه في الرسم العقاري انا نحب نعرف كيفاش العبد يقول انا بعت لفلان على اي صفه بعت بالفم بيع فماش اوراق فماش حاجه تثبت ملكيه العقار هذا يجيبونا في شهاده ملكيه بحدا الجبان يا اخي نسكن في جبان احنا في 2013 تحت احنا في 2013 يوري فينا في بلان متجمد عاد الفرنسيس يقولنا ذي تبع الواحد شكون قال احنا باللي يقول به القضاء احنا راضين به احنا راضين به وكان هما باش يبيعوا احنا اولى ومش مشيو احنا ولادنا احنا اولى بالكرين تفهموا الكرين كلهم خلصوا البلاص امبوسيبل فماش البروبريتير ما ياخذش الكرين بتاع دارو ما كان يملك دار ولا يملك حتى حنون كل شهر يمشي ياخذ الكرين نتاعو اما واحد يغيب 7 سنين ولا 6 سنين بعد يجي يقول انا ما عطيتونيش الكرين وانتم عندنا مصيبه هنا كيفاه هذه معقوله ولا مش معقوله اخي فما حاكم في البلاد ولا ما فماش وكل مره واحد يجيك في الليل قبل الليل يقول لك اجي نعطيك تفتوفه وامشي على روحي وسايب البلاصي وسايب البورتمان وجا نعطيك تفتوف هنايا التفتوف كي تقولوا قداش التفتوفه يسكت يولي ما عادش يتكلم توصل الكريم تاعنا كل توصيل فيه اسم كل توصيل نوع وكل توصيل فيه اسم المحاميه سميه سانتي لا عندها لا مقر لا عندها كود تي في ما عندها حتى شيء في الكاشي نتاعها كل مره تلقى كاشي نوع لي كونترا نتاعنا ما يتسجلوش في القباضه ولا مش عارفه شنو هي وين يسجلوهم بالضبط او كاكاشي وعدي على روحك المونطون مش هو بيدو نفس اللي دخل مش هو بيدو اعطيني بركه هيك حتى 80 وقعد هاك ساكت سامحني انت وامك عندك برشا تو لنا امي قديمه ياسر امي مرأة كبيره من تصور من السبعينيات امي تسكن هنا 72 يمكن هكاك تسكن هنا جانا نفل السندي هذا نفل السندي جاء حب هو قال انا معناها متكلف في البلاصه فهمتني جايب لنا شهادة ملكية أرض بيضاء والرسم العقاري هذا من عام 1923 مبني معناها قايم الذات هذا معناها من قبل الحرب العالمية الثانية كيفاش يدي أرض بيضاء ويحبوا يخرجوا المواطنين منه وناس أصحاب عائلات ويقروا في أولادهم معناها ما نعرفش قداش من عائلة يجي 26 عائلة 10 عائلات في البلاص هذا بركة أفاق بلاص لا 8 غاديك و10 لهنا معناها يطيشون الناس كل في الشارع تقيس بلي على الملغى هذه الملغى هذه آخر حاجة ملغى كيفاش ملغى ومن بعد هو يعمل قضية في المحكمة ويحب معناها بعدم الصيف وين وهما ماخذين شطر ظهر لي بلاص برك شطر بلاص على الشيع على الشيع ما نعرفش الشيع هذا كيفاش فهمتني عشية هذا الرسم العقار هذا النومر نتاع الرسم العقار كيفاش دخلوا له رسم العقار هذا وكيفاش زيفوا فيه على دلسوا فيه ما عرفتش كيفاش القانون هذا اللي دخلوا به هذا هم فهمتني وكل من يجي لهنا يجي يا معلط يا عاد المنفذ يا محامي معناها رجل قانون باش احنا ما نتبعوش معناها نقولوا هو رجل قانون جانا معناها محامي رجل قانون يجي رجل قانون يشرد عائلات
فما حاجة، فما حاجة ماشي تلاعب، تلاعب حاجة مش عادية. رسم العقاري هذا فيه تلاعب، فما حاجة مش عادية. شوفها هاون هالشيء، هاون اخسر هانا شمايكينهم ها هو هذاك كل عشية. خوي احنا نحبوا انتم تنورونا ولا الحاكم ينورنا؟ ما عندنا حتى شيخ نصون دي لوكاتير ولا ليه؟ بي صلح وضعيتك واش نعطيك كريك؟ انا جوني با ما قلتلكش ما نعطيكش كريك. انا يا اخي دار بابا هي ولا رزق بابا خلاهولي داركم ورزقكم. وخويا اعطيني ما يزبط واجا نخلص الكريك كيما مستانسه بالقانون، مش بالقانون بيان سور. اي بيان سور بالقانون كي البارح كي اليوم. اما بتجي تخرجني هكاك دو جور او لوندما امبوسيبل. كنا في خطر، امي طاح عليها السقف وانسي دو سويت بدا الدروج يرخ، الحيوت بدات ترخ، البراكن بداو يرخوا، يعني ولينا في خطر. يجوا تفقدوا البلاص لا يصير لنا كيف. نجي الشرب حتى عندك شكري يقول لك ميساج جات لي عندك تعطيك توصيل. هات التفتوفه، هات التفتوفه، هات التفتوفه. هل موكلينه معزيه مكلفينه بالشيخ والكريم؟ هذا ما هذا معقول؟ هذا واحد يعطي كيك يجي واحد يقول رشر هاتش عندك مسالج ولا هذا سينوفل هذا اللي خدتوه يجي له الكريم؟ والله ما عندي، هما مش كاملين مسالج هات اللي عندك. انتم ما يعرفوش قداش كريم منا، كانوا هما من الملاك ما يعرفوش حتى الكريم قداش. فما تكسير الكوب فما يفهم معناها وليتوا خايفين انتم حتى على رواحكم. بالطبيعه بالطبيعه باش مش مهم همين زمان في البلاد، همين زمان في كل العالم. وتو بالنسبة لسيانة وغيرهم يجيكم حد؟ حتى عندك عمر ما جي حد حتى عمل حتى فوشة دم في البلاد. السلام عليكم. التحايل اللي عملوه هما والبلاص هذايا، حلوا الباب هذايا باش يزيدوا يسيطروا على البلاص هذايا. فهمتني؟ هذا هما ماخذين على الشياع، ما تعرفش البلاصه هذا بارتي هذه ولا هذه، بعد حلو باش يزيدوا يسيطروا على البلاصه هذه. فهمتني؟ هذا يا باب زادوا حلوه، ها حلوه على البلاصه هذه. شوف غامض البلاص، غامض ملكيه، غامضه ملكيه البلاص، غامض. اللي علاش غامض؟ اللي يجي يقول لك نتاعي، اللي يجي يقول لك ملكي انا، اللي يجي يقول لك هات هات عندك ما يسالش. كل مره جاينا واحد، كل مره جاينا واحد. انا مولى البلاص، طيب انا جيت ست مرات يجيوني ست وجوه. انا مولى البلاص، انا فهمتني باش نعمل لك كونترات. خويا انا نحب شكون مولاه صحيح ويجي يا خويا تفضل نعطيه كريه، ما لقينا شكون نعطيه. انتو المالك الاصلي معناها هو فرنساوي هكا ولا كيفاش الحكايه بالضبط؟ يلا اعلم يهودي. كل مره جاينا واحد. هو اسم اجنبي. كروس. كروس. اسم الاسم الاصلي اسمه كروس هكا اجنبي. عقار هذا اسمه كروس. فهمتني؟ وهم زوز عقارات، هم يحبوا يلموهم في عقار واحد. فهمتني؟ وهو ملك جانب، فهمت؟ هو مبني من عام 1923 وهم محطين في العقار رسم عقار، جايبينه هما، جايبين شات ملكيه ارض بيضاء. كيفاش مبني بلاص من عام 1923 وهم حاطين ارض بيضاء يملكوها جنوب المقبره؟ فهمتني؟ جنوب المقبره ما عرفش سكه بارده ولا شنو، وما فهمتش. المساكين هذوما يسكنوا في زوز عمارات، العمارة الأولى كاينة في 16 نهج سليمان، والعمارة الثانية كاينة في 10 نهج منزل بورقيبة. الناس هذوما متسوقين منهم، فما فيهم ناس من عام 72 وحديثي العهد على اللي يسموا جدد في العمارات هذوما كاينين، كاينين من عام 90. العقار هو في أصله كان على ملك أجانب، ثم تتالت عليه عمليات البيع وهي عادية. كان معناها فما ما بين زوز الملاكة كانوا معناها يتصرفوا معهم مجموعة من الأشخاص، وبالتالي في كل مرة يتقدم لهم واحد. لكن رغم ذلك كانوا قاعدين يتقدم لهم كل مرة واحد ويخدم عندهم الكلام وياخذوا في وصولات الكراء. علاش؟ لأنه اللي كانوا يجيهم عندهم صفات، يا إما محامي صاحب معناها أحد أصحاب العقار، أو واحد من أفراد العائلة. واضح؟ إلى حدود 2007، منذ 2007 اللي كانت تسلم من عندهم في الكراء اختفى. عاودوا رجعوا لهم في بداية 2010 وعاودوا له، لكن يبدو انه لانه معاليم الكراء معناها المكرية ما عجبتش معناها اللي سموا في روحهم الممالكين الجدد، قاموا عليهم بالتنبيه. الاغرب فيه والاخطر انه لو كان جاء قام عليهم بالتنبيه على قعدتك تقول لك انت كاري متزوج من عندي تفضل تكون مقبولة الحكاية، لكن لما يجي واحد ينبه عليهم بيتعلم انه راه
ما عندكمش حتى علاقة بالمحل، وإنه رأوا وجودكم في المحل لنا بدون أي وجه قانوني، وبالتالي أطلبوا منكم الخروج. إحنا الحمد لله المنوبين ساكنين في العمارة عندهم وثائقهم وعندهم مؤيداتهم، عندهم فواتير الكهرباء بتاعهم اللي هي معنا منذ تتواخر في المحل هذيك، عندهم عقود كراء، عندهم موصولات، وبالتالي أنا أعتقد معنا أنه القضاء بنا بشيخ مجرى طبيعي وسيحكم لفائدته. هذه هو أصل الحكاية اللي موجودة. أستاذ معناها الكا هذه متاع الأملاك متاع الأجانب موجودة، معناها اعترضتكم برشا حالات كيف هكاية في تونس؟ والله أملاك الأجانب هي المعضلة اللي مازالت موجودة لتو. مثلا أنا عندي بين الإحصائيات الموجودة عندي أنه فما في حدود 500 عمارة في قلب العاصمة مغلقة وضعيتها العقارية غير مساوية، وبالتالي لا تم لا انتقلت مباشرة إلى ملكية الوكالة العقارية للسكنة كما نص القانون بموجب التأمين اللي صار، ولا قاموا أملاك الأجانب بإحالة عقود إحالة أو عقود بيع لتونسيين، وبالتالي معنى الوضعية العقارية تبدو مازالت غامضة ويبقى تاع التسلسل بتاع البيع. في كل مرة ساعات تتفاجأ إنه واحد يجي يدرج لك عقد ويقول لك راني العقد هذا، ساعات معنى من الحالات اللي استقبلنا بها ويعرضوها إنه يجي واحد عقد ويتم ويطلب إدراجه في دفتر خارجة ويطلب إخراج المتسكرين هذيك، ومثلا يجيب عقد هو مبرم عام 93، لكن نجوا نكتشفوا احنا انه المالك متوفي مثلا عام 86، وهذه الوضعيه صارت لي معناها صارت. وبالتالي هو الحل الاساسي، احنا حق الملكيه بالنسبه لي نعتبروه حق مقدس، اللي ثبت ملكيته القانونيه فانه من حقه انه باش يتعاطى مع الناس اللي موجودين معناها في المحلات هذه على وجه التسويق. فما زاد عندهم حقوق لانه كما تعرف انه القانون يمنحهم حق البقاء وحق الاولويه في الشراء. هذا معنى مجمل الوضعية بتاع المجموعة هذه بتاع المجموعة.